حكم النظر إلى السبابة في التشهد ليس عندنا منه مانع، إنما محل النظر في الصلاة منه الممنوع منه المشروع. نظرك إلى الأمام جاءت به الأدلة، نظرك إلى مكان السجود به أدلة، إلا أن النظر إلى السماء في الصلاة منعنا منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن النظر إلى السماء في صلاتهم أو لتخطفن أبصارهم.